مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقة جديدة نستعرض فيها كل ما يدور في الشارع الاقتصادي والاستثماري على أرض مصرنا الحبيبة. في الفترة الأخيرة شهدنا مجموعة من الأحداث الهامة على المجال الاقتصادي والسياسي. هنبتدي بأهم هذه الأحداث. في البداية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة اليونان، طبعا دي زيارة هامة جدا لما تتضمنه من ملف ضخم جدا من الموضوعات، على رأسها ملف الغاز. طبعا الفترة السابقة شهدت تطور في استخراج الغاز في البحر الأبيض المتوسط. الرئيس بيولي ملف الغاز اهتمام كبير لأنه ملف يفيد مصر حاليا ومستقبلا. في البداية كان الاهتمام بالغاز عشان الاستهلاك المحلي، حاليا احنا بنفكر كمان في الغاز عشان يتم تصديره. تم اجتماع موسع بين مصر واليونان وقبرص بخصوص توجيه الغاز من داخل الآبار التي يستخرج منها إلى دول مختلفة وكيفية تصديره إلى أوروبا، سواء كان عن طريق خط تحت البحر الأبيض المتوسط أو عن طريق إسالته وإعادة تصديره. الرئيس طبعا ناقش الكثير والكثير من الموضوعات في خلال الزيارة السابقة دي لليونان، كان كمان على رأسها إن هو اجتمع مع البرلمان اليوناني واتكلم معاهم عن ملف الإرهاب في المنطقة، أهمية الحفاظ على الثروات المكتسبة لمصر واليونان وقبرص من الغاز المستخرج في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكمان الاهتمام بإعادة توضيح ترسيم الحدود فيما بيننا وبين اليونان، عشان ده بيخضع لاتفاقيات دولية. الحدود العالمية بتخضع لاتفاقيات دولية واحنا مشتركين في هذه الاتفاقيات، فلازم نخضع للقانون الدولي في هذا الاتجاه. كمان تم التنسيق على مجموعة من الأمور الاقتصادية، سواء عن جذب مجموعة من الاستثمارات لمصر أو شكل التنسيق في المجال السياحي بين مصر ودولة اليونان. طبعا الملف ده ملف هام جدا، وبخاصة ان احنا عندنا انتاج مشترك فيما بيننا وبين اليونان وقبرص، فلازم يبقى فيه تنسيق دائم سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او حتى على المستوى العسكري، عشان حماية هذه المناطق المليئة بالثروات الخاصة بالغاز المشترك بيننا وبين هذه الدول، ولزاما على الدول المشتركة انها تدافع وتحافظ على حقوقها الاقتصادية وحقوقها الجوارية فيما يضمن حقوقها هي والدول الأخرى. كمان عندنا خبر تاني، وهو استكمال انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية من المحافظات. ضمت مجموعة من المحافظات وتم بالفعل المشاركة في الانتخابات، وجاري حاليا فرز الأصوات، وكمان هيتم الإعلان قريبا عن النتائج، وهنشوف في الجولة اللي بعدها جولة الإعادة فيما يخص السادة النواب المرشحين اللي هيتم إعادة انتخابهم في الدورة القادمة. كمان احنا شفنا حاجتين ثلاثة في موضوع الانتخابات لمجلس النواب. اولا في انضباط امني منضبط جدا في اللجان الانتخابية، الموضوع مترتب كويس قوي في دخول الناخبين وخروجهم، المعاملة كبار السن، المواعيد، التسهيلات اللي موجودة هناك، الحفاظ كمان على المستوى الصحي فيما يخص المناطق اللي بيتم فيها الانتخاب، الحفاظ على الكمامات والبعاد الآمن بين السادة اللي بيرشحوا الناخبين. كمان احنا بنقول للمصريين كلهم يا جماعة احنا لازم نهتم
بملف الانتخابات. احنا عدينا النص، المحافظات خلص والنص التاني خلص الاسبوع اللي احنا فيه. عايزين كمان نهتم اهتمام كبير بدورات الاعاده في المحافظات اللي هيكون فيها اعاده بين المرشحين. اهتمامنا بمجلس النواب بوجود تمثيل نيابي بيمثل الشعب المصري في المناطق المختلفة، بيخلينا نجيب الناس اللي هتتكلم عننا، اللي هتدافع عن آرائنا، اللي هتوصل صوتنا للدولة، واللي هتتكلم بلساننا مع الحكومة. كل ما كان مجلس النواب جاي بصوت الشعب هم اللي مختارينه، احنا اللي قررنا ان دول يبقوا الاعضاء اللي بيمثلونا، هنقدر ان احنا نتكلم معاهم، نقدر ان احنا نحاسبهم، نقدر ان احنا نقدم لهم طلباتنا عشان يبقوا يتابعوا الملفات الخاصة بالشعب المصري، سواء مع الحكومة او من خلال تشريع القوانين او تعديل القوانين داخل مجلس النواب. كمان عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي السوق العقاري بعد قانون المصالحات. احنا حاليا في المهلة الثانية لمد قانون التصالح في مخالفات البناء. طبعا قانون التصالح ده بيعمل شهادة ميلاد للعقار، بيأمن المواطن ان العقار اللي هو عايش فيه فعلا صلاحيته تصلح ان هو يعيش جواه. ايا كانت بقى الاجراءات اللي هو اتبنى بيها، هو مرحلة والدولة بتحاول ان هي تتجاوزها، بتحاول ان هي تصلح العوار اللي تم في عالم العقار على مستوى السنوات الماضية. كمان المصالحة دي هتقدم لنا اكتر من حاجة. في كتير جدا من المباني اللي معمولة على ارض مصر ما فيهاش كهرباء، او واخدة كهرباء كلها مثلا بعداد بيقولوا عليه عداد انشائي. كل دي احمال واعباء بيتحملها المواطن، وكثير والكثير من الاخرين اللي بيتعاملوا معاه بيستنزفوه نتيجة ان هو عنده هذا العوار او هذا الخطأ وهو عايش بيه. الدولة سمحت ان هي تتصالح مع المخالفين والمتجاوزين، وانها تنسق وتوفق لهم اوضاعهم بشكل يسمح ان هم يبقوا في دائرة الضوء، عقاراتهم تبقى اوراقها مظبوطة، الدولة كمان تبقى مطمنة من خلال الاجراءات اللي بتتم على العقار اللي بيتم التصالح عليه، ومن اهمها شهادة الصلاحية اللي بتقول ان المنشأ ده صالح لان هو ينفع الناس تعيش جواه وحياتهم في امان. هيكون معانا ومعاكم دلوقتي مداخلة هامة جدا من سيادة النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب. مساء الخير ياسر بيه. باشمهندس ياسر. ايوه يا دكتور. سيادة النائب، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا دكتور؟ الله يخليك يا دكتور. كل سنة وحضرتك طيب. صحة وسلامة يا دكتور. طبعا بنهنيك يعني من خالص قلوبنا، ونتمنى لك يا رب التوفيق في الدورة الحالية، وان شاء الله تكمل المسيرة اللي كنت بدأتها في الخطة والموازنة في الدورة السابقة، تكمل الخط اللي حضرتك كنت رايح ليه. ان شاء الله. طيب عايزينك بقى تقول لنا كلمة كده عن رأيك في الإجراءات الاحترازية اللي تمت، ورؤيتك في الفترة القادمة. الإجراءات الاحترازية بالنسبة لإيه؟ بالنسبة بالنسبة لكورونا ولا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للكورونا. بالنسبة لكورونا، الإجراءات الاحترازية اللي المطلوب إن إحنا كشعب نلتزم بيها تمام في الآخر لمصلحتنا صحيا واقتصاديا. طيب، وحضرتك شفت في الانتخابات بقى كان الانضباط الصحي ماشي ازاي؟ إحنا على العموم إحنا شخصيا يعني ما بندخلش حد من الناخبين معنا عشان يدينا الأصوات غير لما بقى موفرين له كمامة. تمام، دي من عندكم انتوا كإدارة كمرشحين. كمرشحين، واخد بال حضرتك؟ تمام. يعني اي واحد لازم يبقى داخل معاه الكمامه بتاعته. ليه؟ لان احنا عارفين الظروف اللي احنا فيها، وخاصه فتره الخريف والشتاء دي. تمام، طيب وبالنسبه لنسب المشاركه كانت عندكم اخبارها ايه بقى؟ لا، نسب المشاركه كانت عاليه عندنا، كانت وصلت من 25 ل 30 في بعض المناطق. في الصعيد.
في الصعيد من 25% ل 30% نسب المشاركة. تمام. طيب وتوقعاتك للمرحلة القادمة من الإعادة بقى، عايزين نشجع الناس إن هم ينزلوا ويكملوا في الدوائر اللي فيها إعادة. المرحلة اللي جاية دي بندعو كل المواطنين انهم يرفضوا المال السياسي اللي احنا مش عارفين مصادره جاية منين، تمام. ويدوا الكيانات الداعمة للدولة المصرية، الكيان اللي بيدعم مصر كل الناس تبقى معاه. تمام. حضرتك بتقول عشان بعض التجاوزات اللي كان في بعض الناس بتعملها من طبعا يعني في حاجات غريبة كده بتحصل من ناس مستقلين، غريبة جدا الحاجات دي، أول مرة نشوفها في الانتخابات حاجة ظواهر جديدة على عالم الانتخابات في مصر. مش خالص، ظواهر جديدة خالص. بس في بلاد يعني البلاد من نفسها بترفض هذه الظواهر وبتلفظها، زي أنا كنت امبارح في أحد القرى، قرية كبيرة عندنا اسمها بني محمديات، تمام. البلد كلها رافضة هذه الظاهرة والبلد كلها داعمة للدولة المصرية. مش عايزين يتعاملوا بهذا الاسلوب من الاستخفاف رافضين طبعا، بعقولهم. قال لك يعني ده كلام يعني الناس الرخيصة اللي بتقبله فقط لا غير، لكن الناس ولاد الناس والعائلات ما بيقبلوش الكلام ده نهائي. تمام. طب وحضرتك شايف الـ 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 الرؤية للمواطنين من حيث التنافسية بين الأحزاب، يعني الناس بقت فاهمة الحزب ده بيعمل إيه والحزب ده بيعمل إيه والحزب ده بيعمل إيه، ولا بص حضرتك، الاحزاب اللي موجوده على الساحه دلوقتي غالبيتها احزاب داعمه للدوله المصريه، تمام؟ يعني سواء مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، كل دي احزاب داعمه للدوله المصريه، وبالتالي التنافس بينهم وبين بعضهم تنافس حميد، تنافس يعني نظيف، ما فيهوش الكلام اللي شايفينه من الناس الغريبه اللي بتعمله دي. فاهمك. هم بينهم وبين نفسهم في ثقافة التنافس بـ 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 باحترام، يعني بالظبط مش بتنافس بالظبط. بفلوس. لا 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 لا، تمام. طيب حضرتك شايف الفترة الجاية بقى ان شاء الله، لما الدورة الجديدة تبتدي ان شاء الله، يعني ايه الملفات اللي كنت شايفها او الحاجات اللي كنت شايف عايزة تتكمل؟ يعني هل ملف مثلا استكمال ملف الإصلاح الاقتصادي، تمام احنا بدأنا فيه واربع سنوات عدت منه، والنتيجة الدولار كان ب 20 جنيه، النهارده الدولار ب 15 جنيه و70 قرش. تمام فدي نتيجة قدام الناس كلها شايفاها، لازم نستكمل يعني باقي الإصلاح الاقتصادي، سواء كان في هناك برضه إصلاح تشريعي، إصلاح ضريبي، كل الكلام ده كله لابد من استكماله إن شاء الله في الدورة القادمة. تمام طيب ومن وجهة نظرك اكتمال التنسيق في ملف المخالفات في المصالحات في المخالفات العقارية او المخالفات المباني، هل هيكون له استعداد في الدورة القادمة؟ اعتقد ان السيد رئيس الجمهورية موجه ان لازم يعني نخلص الاشتراطات البنائية في كل المحافظات، بحيث ان يرجع الاعمار يشتغل، بس ايه، على اسس سليمة، بشكل مظبوط. مش بالطريقة العشوائية اللي كانت موجودة زمان. تمام. فاعتقد بشكل ان هذا الملف في لجنة الاسكان هتتناوله طبعا، وهيبقى فيه شغل كويس جدا. ليه؟ ان يعني قطاع المقاولات ده بيشغل 40 صناعة وراه، فمهم جدا انه ينطلق زي كما كان. يرجع تاني. تمام. طيب كان في ملف كمان هام قوي كنتوا شغالين عليه، بتاع التوظيف. كنت حضرتك حتى اتكلمت معانا فيه في حلقة، اللي هو اللي كنت بتبتدوا تفتحوا مجالات للناس اكتر ان هي تبتدي تشتغل. بص حضرتك، هو التوظيف الحكومي المفروض الناس تفتح حاجه اسمها وظائف حكوميه، مش هيبقى في وظائف حكوميه غير في الحاجات اللي احنا محتاجينها، تمام. لكن تبدا الناس، واخد بالك، ان نفتح فرص عمل وفرص استثمار، بحيث نخلق وظائف في القطاع الخاص تشغل سوق العمل اللي موجود في مصر، تمام. ونبدا نعمل زي ايه، عارف حضرتك، في موظفين كتير في اماكن كتير مش مستفيدين منهم، تمام. يتم، واخد بالك، تاهيلهم في اماكن اخرى بحيث يتم الاستفاده منهم بطريقه افضل. ده بيعتبر راتب قومي بيضاف للدوله. قبل ما بالظبط. نقول ايه هنبدا ايه نوظف تاني، الوظائف التانيه دي بعد، واخد بالك، لما كل الموظفين اللي في مصر كل واحد بيبقى بينتج، لكن طالما في حته فيها موظفين قاعدين وما فيهاش انتاج،
لازم دول يؤهلوا لعمل اخر ينتجوا منه. اه تمام. لكن لا فصل للموظف، كل الموظفين باقيين لغايه سن المعاش. لكن بدل ما تبقى في المكان سين تروح المكان صاد اللي هتنتج فيه اه تعمل له وتؤهل اعاده، لذلك. تعمل له اعاده تاهيل وتستفيد اعاده بيه في مكان تاهيل تاني. بالظبط كده. طيب بالنسبه يعني كان في ملف كنت شغالين برضو عليه الدوره اللي فاتت، كان مهم جدا، وهو ملف الصناعات الصغيره والمتوسطه، اه والاهتمام طبعا، ما هو بالملف ده اه والاهتمام وطلع بانتاجيته. القانون القانون بتاعه، وقانون يعني مش عايز اقول لك كله جزر، يعني في حوافز لكل، واخد بالك، اللي هيشتغل في هذه المشروعات الصغيره والمتوسطه، حوافز عاليه حتى في طريقه الضرائب وسداد الضرائب والكلام ده كله. ودي فرصه ادعو الشباب مصر كلها انه ايه يستغل هذا القانون. يستفيد منه اه ان يحصل لهم شكل من اشكال التسهيلات اه اللي تخليهم اه يتشجعوا ان هم يكملوا طبعا طبعا في طبعا، المجال ده الخاص. في اه في يعني محفزات كتيرة قوي في هذا القانون. تمام. طبعا احنا بنهنيك مرة تانية ياسر بيه، شكرا يا دكتور وسعداء ابراهيم، بمشاركتك متشكرين يا وسماع دكتور، صوتك معانا، ونشوفك ان شكرا شاء الله بقى معانا في حلقة كده نتكلم فيها عن مخططات القادمة لمجلس النواب القادم. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله الله. يخليك. ميرسي ياسر بيه. شكرا يا فندم. شكرا. أعزائي المشاهدين، ده كان مداخلة هامة جدا مع سيادة النائب ياسر عمر. سيادة النائب كان ماسك وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الدورة السابقة، والحمد لله هو نجح في الدورة الحالية، ونتوقع منه استكمال ما كان بدأه من ملفات هامة جدا في الفترة اللي كانت لمجلس النواب السابق. معانا كمان مداخلة هامة جدا من المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات. مساء الخير يا باشمهندس أحمد. اهلا، مساء الخير. اتحاد الغرف التجارية. باتحاد الغرف التجارية، تمام رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية. ازيك أحمد تمام بيه، أخبارك إيه؟ اهلا بيك. كنا عايزين نعرف منك أخبار مواد البناء راحة فين، في ظل طبعا فترة أكيد الفترة اللي كان فيها وقف للبناء دي أثرت على سحب مواد البناء في السوق، بالظبط يا فندم، وقبليها الكورونا، فالاتنين أكيد أثروا تأثير جامد على المصانع وعلى استهلاك مواد طبعا البناء اللي بيتم استهلاكه. تمام. هل ده أثر إن في مواد بناء رخصت؟ بالتأكيد هي في أسعار انخفضت يمكن من 10 ل 25% على تمام حسب كل سلعة، إن إحنا عندنا فائض حاليا من الأسمنت والحديد. زي ما حضرتك عارف، الأسمنت في 2018 كان تعدى الطن ال1000 جنيه، النهارده بيتراوح من 700 ل 750 جنيه للطن. الحديد اسعاره مستقر لان احنا عندنا فائض وبلاش نستورد. ولكن القطاع بصفه عامه شهد يعني اوضاع لم يشهدها هذا القطاع يمكن من 30 سنه، يعني يمكن اسوأ سنه حصل مر بها هذا القطاع في الظروف الحالية بسبب جائحة كورونا رقم واحد. رقم اتنين، وقف تراخيص البنى اللي هي ما زالت مستمرة حتى الآن هي ولم المفروض تصدر قرارات. هتنتهي على آخر الشهر. أما احنا هننتهي ايه الشروط الجديدة؟ والشروط الجديدة ما حدش يعرفها، ولسه عشان تقدم وعشان تدرسها وعشان تعمل تصميمات للأرض اللي هتبنيها بتاخد عدة شهور، وعشان الحي يراجع وتروح العشرية قصة طويلة عريضة. فهي بالنسبة لنا وبالنسبة لقطاع 2020 انتهى خلاص يعني. بالإضافة طبعا انت عارف كان البنى في مصر في 26 محافظة معتمد على المباني بدون ترخيص، والمباني على أراضي زراعية ومباني مخالفة، ده طبعا كله توقف من قبل أزمة كورونا كمان. اللي فكان بيقولوا كل عليه، هذه الأعوام أثرت على القطاع. اللي كانوا بيقولوا عليه مصنع الأسمنت اللي بيع بالشكارة. أيوه. أه ده خلاص ما عادش في، اللي شغال دلوقتي مشروعات الدولة بتسحب حوالي 40% والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وكل المدن دي. ودي طبعًا شغالة خرسانات جاهزة والشركات الكبيرة اللي بتخش في الشغل ده. ولكن إحنا عندنا أكتر من 2 مليون عامل متأثرين بقرارات وقف التراخيص.
اللي لسه ما انتهوش منها ولا اعلنوا عنها رغم تعليمات الرئيس بسرعه الانتهاء منها، لان احنا كل طن كمان حديد او اسمنت ما بيستخدمش او ما بيطلعش من المصنع الدوله بتخسر فيه 1000 جنيه على الحديد و100 جنيه على الاسمنت. 1000 جنيه دول عباره عن 14% قيمه مضافه، يعني المفروض لو الطن اساسه 9000 جنيه يبقى بناخد على 14% يعني حوالي 1200 جنيه. الاسمنت عليه لو ب 600 جنيه يبقى عليه 84 جنيه قيمه مضافه زائد 33 جنيه رسم تمام. كل دي فلوس برضه بتروح على خزانه الدوله. هذا التاخير لمصلحه مين مش عارفين بصراحه يعني. فهمت. يعني هي الدوله نفسها متاثره في موازنتها بسبب التوقف طبعاً ده. طبعا يا فندم، انت عامل في موازنتك ان انت هيجيلك من قطاع مواد البنى ضريبه قيمه مضافه مثلا على سبيل المثال مليار جنيه. كده هيبقوا 700. طب العجز ده هتسده منين؟ فهمت. دي هتاثر على المجمل دخل الدوله. هل متخذ القرار قرار المده، مش احنا مش ضد قرار وقف التراخيص لحين تعديل الشروط اعاده تنظيمها، بس يبقى شهر 2 3 4، انما كل شهر تاخير الدوله بتخسر. فهمت قصدك. طب انت ده لمصلحه مين؟ يبقى المفروض، واحنا كلنا ده يعني احنا، ما احنا التاجر والمواطن، ما احنا كلنا حاجه فواحده في النهايه. فاللي انا عايز اوضحه ان القرار كل متاثر بيه، واول متاثرين وزاره الماليه، لان ده هيبقى فيه عجز في موازنه الدوله. هيعمل ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيطلعوا تعليمات بقى يضعفوا الارباح على التجار والممولين في ظل الظروف دي. طب هل هذا يجوز؟ وفعلا مصلحه الضرائب طلعت تعليمات بالكلام ده ورقمها 65 لسنه 2020. طب احنا بنزود الاعباء ولا بنخفف الاعباء في الظروف دي؟ تمام. دي مشكله والله كبيره. بنتمنى نتعشم يعني، احنا يعني على حد استطلاعات اللي عندنا للاحداث ان شاء الله الفتره الجايه يعني على يوم حاجه 2011 هيتم الافصاح عن الملف الجديد لمنظومه البناء، ونتعشم يا رب ان احنا نبقى مع بعض كده نتابع الوضع وان شاء الله يكون خير يعني. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا احمد بيه. ماشي. اعزائي المشاهدين، دي كانت مداخله تانية برضو مهمه جدا من المهندس احمد الزيني، بنتكلم عن مواد البناء راحه فين، لان المصانع والهيئات الخاصه بصناعه مواد البناء بتمثل عدد كبير جدا وبتشغل عدد كبير جدا من العاملين. عايزين الحركه ترجع تاني ان شاء الله على اواخر الشهر الحالي، يكون تم السماح باعاده البناء بناء عن الضوابط الجديده. هنتابع الملف معاكم وهنشوف القرارات الجديده هتبقى عباره عن ايه وايه الضوابط بتاعتها، وان شاء الله القادم افضل طول ما المصريين مع بعض. هنا هنكون وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي، الى ان نلقاكم الخميس القادم التاسعة والنصف مساء. نترككم في رعاية الله.